السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج فيليكس. البرنامج ده بيعمل إيه؟ بيعمل تحليل للإنارة الطبيعية للمبنى زي ما شفنا مع بعض. هو البرنامج مجاني، فمحدش يسألني على الكراك ولا الباسورد، تكتب الاسم والفيرست نيم واللاست نيم، الإيميل، المعلومات كلها، وتقول له داونلود، يتحمل معاك بالشكل ده. طيب بتقول له بقى نيو بروجكت، هبدا مشروع جديد او هفتح مشروع موجود قبل كده، او امبورت بروجكت. امبورت بروجكت يعني ايه؟ يعني هدخل ملف اوبجكت او سكتش اب او اوتوكاد، دي دبليو جي او دي اكس اف. تمام، هو بيقبل كل الحاجات دي. هقول له كنسل واقول له فايل نيو بروجكت، بحيث ان احنا نبدا مشروع من الاول، او هندخل اوتوكاد مفيش مشكله، يعني ممكن نضرب مثال ونشوفها مع بعض. طيب هنا بيقول لي ارسم الفلور لو انت عايز. بص هنا تحت، هنا ده المساحه بتاعت الرسم، وهنا ده 3D، وده هنا سيكشن. هنا بقى بتقول له الوول لينث قد ايه، الوول هاي قد ايه، الوول سيكنس قد ايه، تقدر تغير فيهم. ده الاوتر وول، الحوائط الخارجيه اهوت. اترسموا بالشكل دوت. طيب انت رسمت الفلور، ممكن بقى عايز ترسم الروف او سيلينج، هتيجي هنا ممكن تقول له انا عايز ارسم فلات، او عايز ارسم وان ستيب، هيعملها لك بالشكل دوت، او تو سلوب بالشكل دوت. فتقدر تختار، وتقدر تختار السلوب هيبقى موجود منين، السيلينج هيبقى اوبن ولا فلات زي ما انت عايز. يعني هنا ممكن تختار برضو الروف السيكنس بتاعك قد ايه، الاوفر هانج قد ايه لو انت عايز تخلي فيه حته خارجيه بالشكل دوت. بعد كده ممكن تقول له ان انت عايز تضيف مثلا ويندوز، فبيقول لك انت عايز تضيفها في اي مكان. يعني عندك مثلا عايز تضيفها في الروف، فهتدوس هنا وتبدا تختار الشكل والمقاس اللي انت عايزه في الروف. ضفها لك اهيت. لا ده انا عايز اضيفها في الفساد. تمام بالشكل دوت، هتقول له اوكي، ضفها لك اهيت، وتقدر ان انت تتحكم فيها زي ما انت عايز، هتغير الارتفاع بتاعها. عايز تضيفها في الحوائط الداخلية لو في حوائط داخلية. اللوكيشن طبعا اهم حاجة، اللي هو انت موجود في اي بلد، كايرو اهيت، هو بيحدد بقى طول العرض. وهنا بقى الزاوية بتاعتك بتاعت سهم الشمال. هنا بقى السيرفيس اللي هي الماتيريال، اي ماتيريال انت اشتغلت عليها بيبدا يضيفها لك، فلور سيلينج وول، وكل واحده من دول ممكن يبقى عندك اكتر من ماتيريال حسب حجم الشغل بتاعك، فبتحدد السيرفيس ويبدا يجيبها لك، وانت تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. الروف، الفساد، الكاستم اوبجكت، لو انت حاطط فرنتشر من هنا تقدر تغير اللي انت عايزه. فرنتشر ممكن تضيف مثلا حاجه زي كده، ودي طبعا تقدر تنقلها زي ما انت عايز. هي طبعا مفيش مشكله هنا، ده في السقف. تمام، وتقدر تعمل لها روتيت لو انت حابب. الكاميرا بتاعتك تمام، على اساس هتحدد انت هتبقى شايف فين. ستيريا زي ما انت عايز بقى، بتحدد زي ما انت عايز. وبعد كده بتقول له ان انت عايز تعمل الريندر، فبيقول لك حدد نوع الريندر، وحدد نوع السكاي كونديشن، مثلا ممكن تخليها صاني. الريندر كواليتي تمام، ده صوره ثابته، ممكن تخليها انيوال، وممكن تخليها انيميشن. بيبدا يعمل الريندر، طبعا الجوده قليله لان احنا مختارين لو خالص، بس نقدر نتحكم في الجودة، ونقدر نتحكم في انها تكون بالالوان. واي امر انت بتاخده هو هنا بيبدا يجيب لك الخطوات اللي انت عايز تعملها عشان تطلع جودة كويسة. هنا بيقول لك اللوكيشن اهوت، وهنا بيقول لك التايم واخده من هنا، الاورينتيشن، السكاي، كل الحاجات دي تقدر تعدل فيها من الخصائص اللي احنا اشتغلنا عليها.
هو كده بيعمل رندر، ده 0%. مع الوقت هتبدأ الظروف تتحسن، يعني دي النار اللي هي جاية مستقفيت بالشكل دوت. طبعا لما بنحط بقى الحوايط الداخلية وبنحط الفتحات جوه بيبان بشكل كويس جدا موضوع الإنارة. كل اللي انا عملته ان انا اخترت دي لايت فاكتور بحيث انها تظهر معايا بالشكل دوت. يعني دي الفكرة العامة للبرنامج. هو لسه بيرندر 6%، تمام. ان شاء الله المشروع كده يكون فيه تفاصيل اكتر ونجرب ناخده من برنامج زي برامج البيم ونشوف هنوصله ازاي. هنا اكسبوجر بتعلي تفتح الصورة اكتر.